انا اسمي ريمي رؤوف، علاء صديقي وبعتبر اخويا وشريكي من سنين طويله في الافكار، في التكنولوجيا، في السياسه، في حلم التغيير، في المطبخ. حاجات كتير اتعلمتها منه وحاجات كتير عملناها سوا. علاء بقى له فتره في السجن بسبب احلامه وارائه، والاسبوع ده بيتم عيد ميلاده 40 في السجن. التنين البامبي هو اسم علاء وسط اصحابه اونلاين، وهو وحشنا جدا فوق الوصف. النهارده انا اخترت 3 نصوص من كتابات علاء اشاركها معاكم في امسيه قراءه كتابه الجديد، واحب اشكر كل المنظمين على الدعوه وتحت المساحه دي. كل فقره بتعبر عن جوانب معينه شخصيه علاء وحياته. واشجعكم قبل ما ابدا القراءه ان انتوا تشتروا كتاب علاء. المقالات اللي انا مختارها على مدار اخر 10 سنين، واحده من 2011 2016 و2017، وهشارك معاكم اجزاء من كل مقاله بالعربي. والكتاب هو ترجمه كل كتابات علاء على مدار اخر 10 سنين بالانجليزي. نصف ساعة مع ابني خالد، 19 ديسمبر 2011. نفرح بالزفاف لأنه زواج، نحزن في الجنازة لأنه الموت، نحب المولود لأنه إنسان ولأنه مصري، ينفطر قلبنا على الشهيد لأنه إنسان ولأنه مصري. نذهب للميدان نكتشف أننا نحب الحياة خارجه، ونكتشف أن حبنا للحياة مقاومة. نجري نحو الرصاص لأننا نحب الحياة، وندخل السجن لأننا نحب الحرية. البلد هو ما نحب وما نحيا، ما يفرحنا ما يحزننا. لو سقطت الدولة لن يبقى فقط الميدان، ستبقى محبة الغريب وكل ما دفعنا للميدان وكل ما تعلمناه في الميدان. الحب خالد والحزن خالد، والميدان خالد والشهيد خالد، والبلد خالد. أما دوراتهم فلساعة، ساعة فقط. في ذكرى يناير 23 يناير 2016. لكن هناك شيئا واحدا لازلت أتذكره، شيئا واحدا أعرفه، أن الشعور باتساع أفق ممكنا كان حقيقيا. ربما كان اعتقدنا اننا على وشك لمس الافق بايدينا ساذجا، ولكن اعتقدنا بامكانيه ان نعيش في عالم مختلف لم يكن غباء، كان امكانيه حقيقيه، او على الاقل هذا ما تذكره. صوره للناشط خارج محبسه 17 مارس 2017. تفتح وعينا على الانتفاضه الثانيه، خطرنا اول خطوات تزامنا مع تساقط القنابل على بغداد. نظرنا حولنا فوجدنا اشقاء عرب يصرخون ليس لحساب كرامتنا، وحلفاء في الشمال يهتفون ليس باسمنا، ورفاق في الجنوب ينشدون عالم بديل ممكن. ادركنا ان العالم الذي ورثناه الى زوال، كما ادركنا اننا لسنا وحدنا. ايقنا محوريه تكنولوجيا المعلومات في صياغه العالم الجديد، وادركنا انكشفنا امام الاحتكارات العالميه. لذا تبنينا البرمجيات الحره مفتوحه المصدر كضروره لتطوير المجتمع وتحقيق استقلاليته، وكذا رئيسيه في تحديث الاقتصاد وانهاء تبعياته. بدانا بالدعوه، دورنا على كل الجامعات، طلبة تحاضر أساتذة، نظمنا مؤتمرات ثم تدريبات، استهدفنا كل الفئات من مدرسين مادة الحاسب الآلي بالمدارس الإعدادية لطلبة الهندسة للقضاء والصحفيين. ربطنا بين نبضنا للآثار السلبية لمنظومة الملكية الفكرية على البرمجيات وأثرها على صياغة الأدوية، فوجدنا أنفسنا منخرطين في قضايا اجتماعية كالحق في الصحة. ربطنا بين نبضنا للشركات الاحتكارية ونبض منظومة العولمة على أسس الليبرالية الجديدة، فوجدنا نفسنا في تقاطع مع طيف واسع من النشطاء حول العالم. احتلت تطوير التكنولوجيا صدارات اولوياتنا، انخرطنا في تعريب المصطلحات ثم ترجمه واجهات البرمجيات، كما علمنا الحاسوب قواعد العد والهجاء والصرف، صممنا خطوط، طورنا برمجيات، بنينا مواقع الكترونيه. مع الاهتمام بالتوطين وهندسه اللغه زاد اهتمامنا باللغه والثقافه العربيه، فشبكنا مدونين العرب وشجعنا الفنانين والكتاب والباحثين والمترجمين على اتاحه الابداع وما تحت ايديهم من ارث بشكل مفتوح وحر. واثناء العمل على دعم المحتوى العربي على الشبكه اصطدمنا سريعا بقيود الرقابه ومحاولات محاكمه وتكفير وحبس الكلام. هكذا انضممنا لصفوف المدافعين عن حريه الراي والتعبير والعقيده وعن حريه الصحافه والحريه الاكاديميه. اسسنا شبكات الكترونيه وحركات سياسيه، اسسنا ايضا شركات تقدم حلول وخدمات. شكرا جدا لكم.